يعني بقول لك انا خدوا منها عيلين ويمكن بقى بتاع 3 سنين 4 سنوات ما رجعوش تاني. ودي فعلا قريبتنا، انا عارفها دي، انا عارف يعني قريبة مراتي دي، بنت عمها على طول اسلمت، خدوا منها العيال. استنى مع عيلة تاخدوا هما كمان. طب هما قالوا الناس عندنا هناك لو جبت لنا عيل هندوكوا في العيال 50,000 جنيه، والناس جم قالوا له الكلام ده، وناس معروفين كويس قوي انا عارفهم، والناس دول عارف ان هم، وعشان انا عملت عمل كويس جم قالوا لي. لو انا كنت وحش كان خطفوا العيال، وعن شرط العيال راحت عندهم قبل كده اليومين دول راحوا قعدوا هناك والكلام ده. لو انا كنت عملت عمل وحش كان خدوا العيال رجعوهم للكنيسة وخدوا في العيال 50,000 جنيه. كل ده انا عارفه، والحمد لله يعني ربنا موقف الناس كويسين الحمد لله. والله انا جيت بداية الموضوع ده كله، انا اتكلمت مع واحد قال لي هقف جنبك، وشيخ كبير قوي ربنا يسامحه. ماشي رحت برضه، يعني كان موعدني ان هو يجيب لي اوضة نوم وعنتلو والكلام ده، بقاله 5 شهور اهو نايمين على الارض. شيخ تاني قال لي هوقفك واشغلك والكلام ده، ولا كان، والحمد لله يعني فرج ربنا حلو يعني الحمد لله الحمد لله. والشهود معروف انا عارفهم كويس اوي، واقدر اواجههم واقدر اتكلم معاهم كمان والحمد لله. انا ما اعرفش اي حد في المكان اللي قاعد فيه. اولا جيت مراتي تعبت فعلا تعبت، ما كنتش قادر اشيلها حتى. اتصلت على شيخ دي متجوز 2، يعني قلت له مراتي تعبانه جدا، قلت له طب ابعت اي حد يعني، قال لي انا مش فاضي. طب مراتك فين؟ قال لي مراتي عند امها. طب مراتك التانيه فين؟ مش موجوده. طب اروح لمين بقى واجي منين بقى؟ واديني هنا عند ناس يعني انا المفروض قاعد عندهم وقاعد في حماه، محدش عبرني اصلا. هقول ايه؟ محدش فعلا عبرني، قسما بالله مراتي فعلا كانت بتموت قسما بالله، وهي مين اتحاسب عليه يوم الدين. واتصلت على شيخ مرضى حتى يجي يشوفني، وفي الاخر خالص قال لي اتصل على فلان فلان هيجي لك. اتصل على مين ولا على مين؟ الحمد لله. انا عايز اعيش زي ما اي واحد عايش، دي اللي انا عايز احس انني قاعد في مكان امان، ما حسش انني خايف على عيالي. يعني انا وقت لغايه دلوقتي برضو كان خايف على عيالي على مراتي لغايه دلوقتي، وانا مسلم بقى 4 شهور اول برضو خايف عشان برضو مراتي وعيالي خايف. انا نفسي عايز زي ما اي واحد عايز اعيش، عايز اعيش، عايز اشتغل، عايز اروح شغل اجي من شغل مستريح، مش عايز لا اكتر ولا اقل الحمد لله. لو اتكلمت مع الرئيس اتكلم مع الرئيس اقول له انا عايز اعيش زي ما اي واحد مواطن مصر عايش، دي اللي انا عايز اعيشه، عايز اشتغل وعايز اعيش كاني عايش في بيتي. بيتي اللي اتاخد مني دي يا ريت حتى يرجع ربعه، يا ريت يا ريت، يعني لو في عدل في البلد ديت يعني المفروض. الله اكبر وانتهى نصبي وزالت شقوتي، الله أكبر وارتمى قلبي بباب الرحمة، الله